السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية. إن شاء الله اليوم معنا المحاضرة رقم 6 في مقدمة المنشآت الهيدروليكية. راح نتناول بهذه المحاضرة أحد المنشآت الهيدروليكية اللي هو الرجوليشن. شنو يعني بالرجوليشن؟ الرجوليشن إحنا تناولنا بمحاضرة رقم 4، انطينا في المقدمة جدا بسيطة عن بعض المنشآت الهيدروليكية اللي تقام بأغلبها على الأنهار، سواء كانت كلفر، رجوليتر، ستيلن بيزن، دامس، anything، سبولواي غيرها، جيتس، وقلنا كل منشأ شنو الغرض من عنده الرئيسي، وين ممكن يقام، على النهر مباشرة أو ضمن منشأ ثاني، أو يعني سولفنا بهذه الـ يعني التفصيل كل الديتيلز ضمن محاضرة رقم 4. اليوم محاضرتنا راح نتناول أحد المنشآت الهيدروليكية اللي تعتبر مهمة جدا، متواجدة في أغلب الأنهار والقنوات والقنوات الفرعية والترع، هي الرجوليتر النواظم. شنو الغرض من النواظم؟ الغرض من عندها هاي المنشآت انه اني اقيمها، اذا نجي على تعريفها يسموها منشآت السيطرة، لها اسم ثاني. They are used in open channel system to control and regulate، حتى الغرض من عندها تسيطر وتنظم كميات التصاريف او مستويات الماء ضمن النظام، ضمن هاي مثلا النهر او هاي القناة. الغرض معتها قلنا حتى تسوي كنترول للديسشارج، او واكو انواع معتها بالمناسبه، او تسمى لها اسماء، اسمها الاوف تيك او الانتيك، او يسموها مرات سم تايم الاوتليت، يسموها الريجليترز، او يسموها الكنترول ديسشارج. فهسه نجي راح اوضح لكم بفيديو معين شنو معنى الريجليتر حتى يكون واضح امامكم. تقدر تكتب على السيرش بالجوجل order to minimize loss of water. This unique canal regulating gate by Amanzi Flow Project is used to control flow in canals using a variable ballast tank gate as opposed to other and ballast weights from the upstream side through ducted arms supporting the gate. The canal gate is closed with the ballast tank full of water. Water is released from the ballast tank to a float control valve situated at a measuring weir downstream of the gate. As water is released from the ballast tank, the canal gate opens to release water down the canal. Measuring weir controls the flow out of the canal gate and consequently controls the opening of the gate. When the water flow reaches the required water level over the measuring weir, the float valve closes slightly, is the correct canal flow. As the canal flow will increase, but the float valve will close down slightly to allow water to flow into the ballast tank. The canal gate will consequently lower slightly to close down the canal flow to maintain the required canal flow. Similarly, so the valve will open up to the canal released float valve can be hydrauliciye. نرجع الى محاضرتنا. اكو انواع من الريجوليتر من النواظم. اكو عندنا المين، اكو عندنا الهيد، واكو عندنا الكروس. المين ريجوليتر هذا يوضع بالنهر الرئيسي. وين النهر؟ مشاريع الري الرئيسيه، يوز فور اريجيشن بروجكت، ويعتبر اكبر انواع يعني الريجوليتر، اكبر الانواع، وحتى كميات المياه اللي يسمح لك بعبورها كميات جدا كبيره، ويوضع بالقنوات الرئيسيه او بالانهار، فيسمونه المين ريجوليتر. هاي جدا مهمه هاي الانواع والفرق بيناتهم، يعني ممكن تجيك بالامتحان. النوع الثاني عندك الهيد ريجوليتر. الهيد ريجوليتر هذا لا يكون اقل كسايز وحجم وهاي من المين ريجوليتر، ويستخدم ضمن الشانل، تمام. بس وين يستخدم؟ بالداون ستريم بالنسبة للمين ريجوليتر، تمام. الكروس ريجوليتر هذا يستخدم في اي موقع خلال النهر، مو شرط عند رأس النهر او عند رأس القناة، لا في اي مكان. لاحظ هسه عندي هنا صورة واضحة انا ضمن الامثلة انطيتك اياها حتى تشوف. لاحظ هسه هذا انا عندي قناة رئيسية، لو انا وضعت هنا بهذا المكان دا اشر عليه بالماوس، هنا أنا ريجوليتر أسمي شنو؟ هيد مين، هنا يسموه مين ريجوليتر. ليش؟ لأن هذا ضمن النهر الرئيسي أو ضمن القناة الرئيسية. زين لو وضعته هنا، هنا هذا يعني برأس القناة الموزعة، شو يسمونه هنا؟ هذا هيد ريجوليتر ضمن القناة الموزعة. هنا زين هنا لو وضعته هنا بنص القناة الرئيسية أو بمنتصف القناة الفرعية من هنا،
شو نسميه؟ كروس ريجوليتر. الكروس ريجوليتر هو من اسمه كروس، يعني مكانه منتصف شرط، مو بالابسستريم، ممكن يكون هنا في اي مكان اخر عدل الابسستريم، نسمونه كروس ريجوليتر. هاي النوع الثلاث انواع كلش مهمه طبعا، ممكن تجيك بالامتحان تتناولها اليه. وضحتها لك هنا بهذه المهمه. الريجوليتر النواظم الرئيسيه اللي تستخدم عبر الانهار نسميها دائما احنا البراج، والريجوليتر اكروس ذا كانال يسموها كورس ريجوليتر، واللي عندنا تستخدم ضمن المين شانل الرئيسي نسميها مين ريجوليتر، واللي تستخدم بالهيد او اذر كانال، يعني مو ضمن القناة الرئيسية وانما قناة مشتقة من القناة الرئيسية، كانت تكون انا هاي القناة الرئيسية مثلا نهر الحلة او اشتق من عنده انه فدهر فرعي يؤدي الى فد قرية او ريف معين، هاي القناة اضع بها ناظم حتى انه اتحكم بكميات المياه المرسلة، فهذا الناظم اسميه اني الهيد ريجوليتر. هسه نجي هاي بصورة عامة الانواع، وهاي هو الغرض من هذا المنشئ الهيدروليكي تناولنا بهذه الصفحتين باقل معلومات، يعني باقل شرح ممكن، وتوصل لك المعلومة بالشكل الرئيسي. هذا مطالب من عندكم. نجي على طريقة التصميم والتحليل. انا حتى انشئ هذا النوع design consideration عندنا نوعين من التصميم، structural design و hydraulic design. ان شاء الله بالمرحلة الثالثة راح تتناولوهن بشكل تفصيلي جدا. حاليا امامنا انه الشيء ضمن الهايدروليك ديزاين يتضمن انه انا اجد الموقع اللوكيشن، التصميم مال الابروتش عن الهيد فيلوسيتي، ولازم اعرف شنو نوع الحمايه اللي اوفرها الها بحيث ما يسبب لي ضغط اصعاد الها، وكذلك تشتيت الطاقه من افتحاني كميه الماء راح تنضخ للداون ستريم، مثل ما لاحظتوا هنا تنضخ للداون ستريم كمية كبيرة، فأنا لازم أسوي تشتيت الطاقة حتى هاي المنطقة الموجودة بالداون ستريم ما يصير بها ضرر، فلازم أعرف أيضا نوع تشتيت الطاقة المستخدم حتى أتجنب الاستكور. فبصورة عامة راح نعطيكم أبسط طريقة الهايدروليك. لازم أنت أول شيء تحسب الحسابات الهايدروليكية الخاصة بالناظم، هي الفيلوسيتي والديسشارج، هذا هو القانون الرئيسي يعتبر هذا الشغلة شغلة الأورفس. إن شاء الله راح تتناولونه بمادة الفلويد ميكانيك المواعدة، تلاحظون أننا نعطيكم معلومات جدا بسيطة، وكبعض الأشياء اشتاسها لأن أنتم بعدكم مرحلة ثانية ومادتكم اسمها Introduction of Hydraulic Structure مو Hydraulic Structure، لذلك إذا أعطيكم الأقل الأقل مجرد عند التعرف بشكل بسيط عن هذا المنشئ الهيدروليكي، طريقة تحليله وتصميمه. إن شاء الله بالمرحلة الثالثة والرابعة راح تاخذه بشكل تفصيلي اكثر. فراح تتناول هنا اول خطوه انه اني اجد حساب التصريف العابر عبر هذا الناظم باستخدام قانون الاورفيس، اورفيس كويجن راح تتناولونه بماده الفلويد. فبعد ذلك بما انه اني حسبت هذا الكيو يساوي السي، هذا اللي هو معامل التصريف، تمام، في الاس في الدي، الاس في الدي هاي الاريا اللي هي العرض في الارتفاع الخاص بال الريجوليتر، في هاي قانون الاورفيس يسمونه 2G H زائد HA، HA هذا الابروتش فيلوسيتي، راح تتناول ان شاء الله المرحله الثالثه بالهايدروليك. فحاليا يعني بالنسبه لكم كمرحله ثانيه غير مطالبين بي، يعني بس انا حبيت انطيكم اياه حتى تعرفون الهيت، هل هو الهيت هذا فقط لا يشمل لك الابروتش فيلوسيتي اللي هذا يعني ياتي نتيجه موجات الويف اوف ووتر او الفيلوسيتي اوف ووتر الموجود بالابستريم. حاليا احنا ما نتناوله، يعني مجرد ضفت لك اياه بالقانون لكن انت غير مطالب به، تمام عيني. فهسه طبعا هاي الحالتين مطلوبات من عندك، ممكن اجيب لك اياها بالامتحان، اقول لك سكتش مثلا اي تايب اوف ريجليتر انطيك اياه اني وذ هامب وذات هامب. هذا هنا الاول اكتب يمه بصفه وذاوت هامب، النوع الثاني وذ هامب يعني اكو مرتفع داخلي، اما هامب او مثلا وير غاطس، تمام، حتى تشوف شلون تاثير. لاحظ هنا هذا وجوده ايش سوى لك؟ سوى لك تشتيت بالطاقه الكهرومائيه، الطاقه العفو المائيه اللي موجوده بالداون ستريم، فلاحظ هنا ارتفاع الماء شلون ينخفض ويرتفع، يعني تاثيره على التيل ووتر ديبث، شلون راح ياثر لك على التيل ووتر ديبث بالنسبه لمستويات الماء بالاب ستريم وكذلك بالداون ستريم. فهسه حتى نفهم هذه الخطوات، الاريا بالمناسبه قلنا تشملنا الورث اوف جيت، الاس في الجيت اوبننج، تمام. هسه نجي هنا هذا السؤال الاول، مطيك معلومات عامه بجدول وراجع
قال لك اهمل دائما. انا بالاسئله راح اجيب راح اقول لك اهمل الابروتشنج فيلوسيتي. حتى بالسؤال الثاني انا حالتها لك، لكن راح اجيب لك بالسؤال يعني اذا جيب الامتحان اقول لك اهمل الابروتش فيلوسيتي، تمام؟ يعني هاي الخطوات ما مطلوبه من عندك يعني حاليا كمرحله ثانيه اللي هي تتضمن الابروتشنج فيلوسيتي. رسم السؤال هذا مثل ما تلاحظ هنا، هذا رسم السؤال، تمام؟ هذا رسم السؤال، المقطع اللي هو خاص بهاي المعلومات، تمام؟ فهسه نجي اول شيء تجي على اول خطوه تحسب لي الدي اللي هو سمك القناه الفرعيه. الان اريد من عندك يا قناه اريدك تطلع لي الويدث، كالكوليت الديبث اوف شنو، فايند الويدث اوف ديستريبيوتوري كانال هيد ريجوليتر. وين الديستريبيوتوري كانال؟ هاي هنا الديستريبيوتوري، فاجي عليها اطلع اول شيء الويدث مالتها الديبث. فشلون اطلع الديبث؟ عندك هذا الارتفاع من الاعلى ايش قد يقرا؟ 51.8 وهذا 50.6، فهذا ناقص هذا يطلع الدي، تمام عيني؟ حسبت لي اول خطوه الدي، هذا الدي يطلع 1.2، هذا بعد الحسابات هنا كتبته. يعني انت تحسبه، اعطيك اني ليفلات للماء وانت تطرح هذا الليفل اللي هو مستوى الماء ناقص قعر القناه الموزعه اللي يسمونه احنا السل ليفل، هذا اسمه الداون ستريم ووتر ليفل ناقص السيل ليفل اللي هو قعر القناه اللي بالداون ستريم، يطلع لك الدي. بعد ذلك تطلع لي الاتش ارتفاع الماء، ارتفاع الماء بما انه فول سبلاي فتطلع لي الفرق بين الووتر ليفل بين الاب ستريم وبين الداون ستريم. الاب ستريم ايش قد يقرا؟ 51.9 والداون ستريم 51.8، تطرح هاي من هاي يطلع لك قيمه الاتش. لاحظ بعدين تطبق القانون الرئيسي الخاص بك اللي هو الكيور، هذا هو القانون المفروض تكتبه ضمن لستة القوانين المطلوبة من عندك بالشارت اللي راح تدخله. فالكيو يساوينا السي دي في الاريا في تحت الجذر 2 جي اتش. تجي السي دي هذا الكوفيشينت الخاص، حاليا ما راح يمكن تفهمه بشكل رئيسي، ان شاء الله بمادة الفلويد اتوقع على السمستر الثاني ان شاء الله راح تاخذ. اكو انواع من الخسائر عندك، خسائر رئيسية وخسائر ثانوية، والخسائر لما انه مثلا المدخل كذا هيك شيء. فانا ليش يعني ما اقدر انطي اني كفاءة لهذا الوير او لهذا الرجوليتر 100%، لازم تصير بيه خسائر. اكو انواع من الخسائر راح تتناولها بمادة الفلويد، خسائر نتيجة الاحتكاك، خسائر ثانوية، خسائر المدخل، خسائر المخرج، خسائر الفركشن، الاوتلت، الانلت، العكوسات الداخلية اللي تصير داخل البايبات، anything. فهاي لذلك ما اقدر انطي كفاءة لأي منشأ 100%، وانما تكون كفاءة لاحظة ساذج قد ينطي 0.82. بالاغلب اذا ما انطيتك يا ما انطيتك اي شيء عند الكوفيشينت السي دي ايش قد تاخذه؟ 0.62، يعني هذا الرقم تحفظه، هذا الستاندرد الخاص، تمام عيني؟ هذا الستاندرد خاص اذا ما انطيتك اي معلومة. لكن اذا انا انطيتك رقم، انا انطيتك افرض اسيوم كذا، تاخذ الرقم الموجود، واذا اجي السؤال وما انطيتك رقم تاخذ هذا الرقم المفروض تحفظه. نجي انا بما انه منطيتك الرقم خلاص، نجي على القانون الرئيسي قلنا انه يتضمن الاتش هنا. الان قلت اهمل الابروتش فيلوسيتي بالنسبة لكم حاليا ما تدرسونها، فالقانون شو بقى تحت الجذر 2 جي بس اتش، فهذا هو القانون. حسبت هنا انا الاتش عندي الكيو يساوي السي كوفيشنت في الاريا، الاريا نفصلها اس في الدي، وانا نريد معدل الويدث، الديبث عندي في تحت الجذر 2 جي اتش، هذا اللي كلهن عندي، التعجيل 9.81 بالوحدات المتريه. السي عندك انا معطيتك اياه بالسؤال، دا اقول لك اسيوم واخذ هالقد، طلعت قيمه الاس اللي هو الديبث او الويدث اوف ديستريبيوتوري كانال. السؤال الثاني يشبه السؤال الاول، لكن هنا شنو طالب؟ انه احسب لي ايضا الويدث اوف ريجوليتنج الخاص بال يعني بالريجوليتر كانال، لكن هنا ده يحسب الابروتشنج فيلوسيتي. هاي غير مطلوبه من عندك، هاي حاليا هاي الخطوات، هاي الخطوه الاولى لحساب الاريا والكيو، الفي يساوي الفي على الاريا والاتش اي، هاي غير مطلوبه من عندك. ذن الثلاث خطوات ما مطلوبات من عندك، تمام عيني؟ اللي هي هاي زائد هاي زائد هاي. منين يبدي حلك انت المراحل المطلوبه عندك؟ من الدي، تطلع للديبث اوف ديستريبيوتوري كانال. اول شيء الديبث شو يساوي لنا؟ العمق، البعد بين شنو وشنو يساوي لنا؟
الابستري اول شيء الديب شو يساوي هنا الرقم هذا الخاص بال هاي القيمه هنا يساوي لنا الداون ستريم موتر ليفل ناقص السيل ليفل. السيل ليفل هذا هنا ايش قد قيمته؟ 40.1 هذا هو هنا هذا اللي تاخذه اللي هنا أنا. تمام هذا هو الدي ناقص الداون ستريم موتر ليفل اصلا انا بتطيك اياه بالسؤال 40.2 هذا بالرسم فتطرح هذا من هذا يطلع الدي. نفس هذا السؤال بالضبط هم شلون طلعنا الدي؟ هم طلعنا الداون ستريم موتر ليفل ناقص السيل ليفل اللي هو مستوى القاع وطلعنا قيمة الدي اللي احنا نسميها دي كابيتال. هاي اول خطوة تحسبها منها يبدأ الحل مالتك. فدا كاتبت لك اني دي يساوي 3.1 اشياون ابوف يعني اقصد من هذه الخطوة. تمام تشبه السؤال اللي قبلها. بعدين الاتش شلون طلع فرق الهيد يساوي لنا الووتر ليفل بالابستريم ناقص الووتر ليفل بالداون ستريم. بالابستريم ايش قد قيمته؟ 43.5 بالداون ستريم 43.2 تطرح هذا من هذا تطلع لك ال H كابيتال. بعد ما طلعت ال H كابيتال تطبق القانون مالتك الرئيسي يساوي لنا C في ال S في ال D في تحت الجذر 2G H فقط كابيتال H أي يبغى مطلوبة من عندك. تمام هاي ما مطلوبة من عندك انت حاليا يعني ليش انت اصلا هاي الخطوات الاولى الثلاثة انا خليتك حاليا تطلع عليها فقط اطلاع عشان تحسب ال approaching velocity غير مطلوبة من عندك. لذلك قانونك يبقى نفس القانون الموجود هنا 2GH H أي لا تضيفها. تمام عيني السي أنا أعطيك إياها يعني ما تفرضها أنا أشوف شنو نوع هذا هل هو rounded internet square غيره مثلا السؤال قبله كان square أو فولينك هنا rounded فأنا أعطيك قيمة السي إذا ما أعطيتها قلنا شقد تاخذها تاخذها 0.62 تمام فهاي الاسيوم انا اعطيك اياه ضمن المعطيات السؤال بتحسب لي هنا على قيمه الاس اللي هو الويدث ايضا. هاي محاضرتنا لهذا اليوم الخاصه بالريجوليتر. اذا عندكم اي سؤال او استفسار راسلوني على القناه. التقيكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.